في الملاعب اليوم مع سيف زاهر. محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي يزيح الستار عن الأسباب الحقيقية وراء خلافه مع رئيس الأهلي، ولماذا رحل وهل سيعود، وعن تقييمه لأداء بيسيرو ومارتينيول، ويكشف عن العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة. انتظرونا في حلقة جديدة من الملاعب اليوم مع سيف زاهر، الليلة 6 مساء على الحياة 2.